بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد خلق الله أجمعين. فيديو اليوم هو جمال البيوت وأعمال يدوية فنية. نحن في جولة مع أعمال جمالية وأعمال يدوية فنية. جمال البيوت ودفء البيوت وروعة التصميم لتلك البيوت، تصميم بيوت جمالية ونماذج جمالية للبيوت وألوان تلك البيوت وأشكال تلك البيوت بألوانها البرتقالية والأبيض في البني، وهذا النموذج البسيط للبيوت أبدعه فنان في تناسق ألوان البيوت وخطوط ودوائر البيوت في بهجة ألوان وتقابل بين ألوان السماء والأرضية البرتقالية والخلفية الخضراء والإحساس بالعلو والسمو والرفعة في جمال اللون الأبيض في التصميم والخلفية الخضراء للتصميم، امتاز التصميم بالأبواب والشبابيك خطف اللون الأزرق إلى الأبصار، وكان اللون الكحلي سيد التصميم نهى مناظر تعطي بهجة اللون البني تناسب اللون الأحمر. أتغزل في الجدران الصفراء للبيوت والفسفورية والجدران اللبنية وسخونة الجدران الحمراء، كل هذا في كسرة بيوت. وهذا هو بيت الجمال تود أنك تصعد إلى هذا المنزل، وهذا بيت مثل فنار بحر بعلو وسمو ورفعة يصعد بك إلى الطابق العلوي من التصميم. جمال اللون الوردي مع الرصاصي، في تناغم لوني بين اللون الأبيض واللبني والأزرق، هذا هو منزل البحر. تلك المنازل التي تود أو تحب أن تصعد إليها وترى من شبابيك
كل هذا الجمال، بيوت مثل الصناديق فيها أسرار وجمال، وبيوت مثل المظلات تستظل بها، وبيوت أصحابها يقولون لك تفضل. من هنا نظهر سر هذا الفيديو وسر تلك البيوت. هذا هو السر الذي كنت أخفيه من أول الفيديو. هل تعلم أن تلك البيوت أعمال فنية ويدوية من تدوير نفايات زجاجات أو كرتون أو علب بلاستيك أو زجاجات كوكاكولا أو زجاجات سيفن أب، عجنت بمعجون السيراميك، وهذه صناديق صاج، وهذه زجاجات البلاستيك شامبو. الصابون السائل، زجاجات صابون السائل، والزجاجات الفارغة، يبدعون منها هذا الفن الجميل. يبدعون منها جمالا وجماليات كيف يكون الجمال، كيف يكون الجمال. إنها أنامل مبدعة، أبدعت الجمال، عزفت أشكالا وألوانا وتصميما جماليا من جمال وتكوينات فنية انظر إلى تلك التصميمات وتلك البيوت. سؤال لكل عاشق للجمال، هل الجمال بعيد عنا أم هو قريب جدا منا؟ سؤال يحتاج إلى الإجابة. نستطيع أن ننحت قطع جمالية من أرخص الخامات من ورق، كرتون، زجاج، لتعلو الأشكال وتصدح بجماليات أبدعها فنان وتكوينات جمالية